structure of nucleotides. حكينا إن structures of nucleotides فيها sugar, فيها phosphate group, فيها nitrogen bases. لما يكون في عندي هذا ال structure بي either call the nucleoside أو nucleotide. يمكن هيك شوي بنرجع لهذا المحاضرة. طيب شو بدكم تعرفوا لما تتفرجوا على اختصار أو على شكل أو على اسم تكونوا قادرين تميزوا؟ أنا عم بحكي عن نيوكليوتايد بتدخل تركيبة دي ان اي، والنيوكليوتايد بتدخل تركيبة الار ان اي. هاي النيوكليوتايد فيها فوسفات واحدة، فيها اثنتين، فيها ثلاثة. وشو الناتجين بيس بتكون موجودة فيها؟ إما من الستركتشر أو من الاسم بتكون قادرين تميزوها. فشو يعني؟ لما نيجي نتفرج على الأوفر أول ستركتشر أوف النيوكليوتايد، أنا في عندي أول إشي بتفرج عليه بتفرج على السكر. السكر اللي عندي على كربونتينين في H ولا OH؟ إذا عندي H معناته I'm talking about deoxy ribonucleic acid، لأنه على كربونتينين ما فيش OH. هلا على السلايد اللي بعد لما نيجي نشوف الريبونوكليك أسيد بكون في عندي هون OH، فهذا H، هذا deoxy ribonucleic acid. وهدول النيوكليوتايد بتدخل بتركيب الدي إن إيه. لما أحكي عن الشوجر الموجود عندي الكربون 5، إذا كانت عليها فوسفات جروب معناه أنا عم بحكي عن النيوكليوتايد، سواء كان فوسفات جروب واحدة، اثنتين أو ثلاثة. الاسم لازم يعطيني إنديكيشن، أنا بحكي عن مونوفوسفات، داي فوسفات أو تراي فوسفات. بعدين شو النيتروجين بيس إذا تكون موجودة عندي؟ You need to memorize them. رح يسهل عليكم الـ next topic اللي هو الميتابوليزم سينثيسيس والديجريديشن. رح يكون في عندي إما أدينين أو جوانين أو ثايمين أو سايتوسين. الستركتشرز كيف بنسميهم تو ريبريزنت شو هن هدول، سواء كان نيوكليوتايد أو نيوكليوتايد؟ دائما كلمة ديوكسي لتكون بالاسم عشان تو ريبريزنت إنه هذا النيوكليوتايد على الكارب رقم 2 في اتش. This is a deoxy ribonucleic acid. بعدين بعد كلمة ديوكسي بيجي الترم المعبر عن النيتروجين بيز، ديوكسي أدينيليت، ديوكسي جواليليت، ديوكسي ثايميليت، ثايميليت أو ديوكسي إيش آخر واحدة؟ سايتوديليت. هذا المسمى مش كتير بنستخدمه لأنه السيمبل تبعه ممكن يكون جاست ريبريزنت النيتروجين بيز أدينين أو جوانين أو ثايمين أو سايتوسين، أو تبرزنت إنه هو معاه السكر ديوكسي يكون دي بحرف صغير، دي سمول لتر بعدين كابيتال لتر، شو ناتج البيس الثاني. هلا هدول المسميين مش كثير بنشوفهم بالكتب، هدول تو سيمبلز اللي بنشوفه مينلي وات ريبريزنتس، كمان عدد الفوسفات جروبس بتكون موجودين. فدائما بشوف ديوكسي هي دي، ديوكسي ادينين مونوفوسفات او ادينوسين مونوفوسفات، ديوكسي جوانين مونوفوسفات، ديوكسي ثايمين مونوفوسفات، ديوكسي سايتوسين مونوفوسفات. هذا السمبل بنشوفه اكثر. مرق علينا سمبل بشوي ممكن نحكي اي تي بي اي بي اي تي بي، صح؟ تو ريبريزنت انا عم بحكي عن الشوجر، شو النيتروجين بيس اللي عليه، وشو كم عدد الفوسفات جروبس اللي موجود عندي بالستركتشر. فشو مطلوب منكم تحفظوا؟ مطلوب منكم تحفظوهم تفرقوهم عن بعض بيس على النيتروجين بيسز، تميزوا اللي انا عم بحكي عن النيوكليوتايد ولا النيوكليوسايد اللي بتشي فيه الفوسفات، يعني ثلاثة فوسفات أو اثنين فوسفات أو واحد فوسفات، شو بالاسم الستركتشر تبعي is represented in the term أو النيم تبع السمبل تكون موجود عندي. هذا بتحفظوه. لما نيجي نتفرج على الرايبونيوكليوتايز، الرايبونيوكليوتايز نفس الشيء بنتبع، بس الاسم بده يكون to represent إنه الرايبوز شوجر، إذا رايبوز شوجر مش ديوكسي. شوفوا كيف بالستركتشر أو إيش موجود على الكربونتينين. لو جابوا امتحان ام سي كيو كان مش لكم هذا الستركتشر، وكانت مثلا حتى انت مش حافظ شو النيتروجين بيس مثلا، وكانت الاختصارات كلياتها فيها ديوكسي ديوكسي ديوكسي، من غير ما تتفرج على اسم النيتروجين بيس وعلى تفكر او تتذكر انه حافظ ولا مش حافظ. اذا كان عندك خيارات محدوده انه بيس اون ذا شوجر، انا عم بحكي عن سكر ريبوز اللي معناته هو ما فيش عندي دي سمول لتر، فانا خياراتي محصوره، هذا اي ام بي اي دي بي اي تي بي مثلا ولا شو. حتى لو مش حافظين النيتروجين بيس ممكن تو اكسكلود الخيارات بيس على ان انا عارف انه هذا السكر ريبونيوكليك اسيد.
this is a ribonucleic acid. Again, إذا كنت عم بحكي عن النيوكليوسايد معناها عم بحكي بس عن السكر والنيتروجين بيس، إذا كنت عم بحكي عن النيوكليوتايد كنت عم بحكي عن السكر والنيتروجين بيس وعدد الكربونات وعدد الفوسفات. هذا السيمبل تبعه AMP. لاحظ كمان بقدر اختصره ايه بس ما فرقتش باختصار ايه، هذا ريبوز هذا من الاكل الديوكسيرابينوكليك. عشان هيك ما كثير بنشوفه كاختصار بالكتب، الاختصار اللي بنشوفه اكثر هو AMP. شو ريبريزنت؟ انه هذا امين مونو فوسفات وحده مونو فوسفات ادينين مونو فوسفات. It means انه السكر تبعي ريبوز وانا في عندي فوسفات وحده. إذا كان في عند هذا السمبل في عندي سمول دي أنا عم بحكي عن ديوكسيشن، تمام؟ هيك بنفرقهم عن بعض. الريبونيوكليك أسيد بتدخل تركيب الـ RNA and then in their structures بيكون في عندي النيتروجين بيس إما أدينين أو جوانين أو يوراسيل أو ثايمين. إيش هاد بصير؟ تمام؟ فبكون هذول موجودين بالـ RNA structure. الثايمين موجود بالـ DNA واليوراسيل موجود Can we see purines and pyrimidines باخد عليها functional groups عدا عن اللي احنا بنعرفه؟ Sometimes some changes can happen على DNA. جزء منها pathological يعني صارت تكون النيوكليوتايدز خرب شكلها وبالتالي function اختلف وبالتالي بس disease، او ممكن يكون هذا جزء طبيعي بالفسيولوجيكال نيتشر اوف ذا. ومن الاشياء الطبيعيه الفسيولوجيكال تكون موجوده بيكون انا في عندي مثل جروبس على الستركتشرز بتكون موجوده عندي. انا ما راح ادخل بالديتيلز تبعهم بس سم تايمز وي دو سي الميثيليشن اوف دي ان اي از بارت اوف نورمال سيلز بتكون موجوده عندي. رح نحكي عنها ان شاء الله بالفصل الجاي. بالستركتشر بدكم تعرفوا الانسين. هلا كمان شوي رح يكون معنا purines اللي فيهم الفيوز رينجز، فالانسين واحد من البيورينز مع انه مش فاينل مش من النيوكليوتايدز الداخلين بتركيب الدي ان اي والار ان اي. هذا الجدول بيلخص اللي شو الناتجين بيس بتكون موجوده عندي، ذا نيوكليوتايد شو اسمه، ذا نيوكليوتايد شو اسمه، وين بلاقي هاي الناتجين بيس الماتش ستراكشرز. البوند اللي بتربط الريبوز مع الناتجين بيس بنسميها ان جلايكوسيديك بوند. بتعرفوا السكر عشان نربط مع اي مركب اسم البوند جلايكوسيديك بوند. واحنا شفنا بالبوليمرز تبعت الجلوكوز دايسكرايت والبوليزكرايت وكنا قلت لكم هاي اسمها او جلايكوسيديك بوند. It means انه الانترميديت بين الاثنين التو فانكشن جروبس هي اكسجين. بس بين الريبوز والامينو اسيد والنيتروجين بيس تكون موجوده عندي It is an N glycosidic bond. يعني حلقه الوصل بين المركبات هي النيتروجين مش اكسجين. هلا بنشوفهم بين السكر والنيتروجين بيس هي النيتروجين. بالبيورينز رح نشوف اليوم كيف بنصنع البيورينز. بتكون البوزيشن اللي رابط مع السكر بنسميه البوزيشن 9 وال 9. وبالبيرمدينز ان 1 رح نشوفه بمحاضره بكره ان شاء الله. رح نشوف كيف الستركشر بتكون موجوده. ايفن ذو هي هيك This is a glycosidic bond اللي رابط سكر مع فانكشنال جروب. هون ما انها دور نيتروجين بيس اتس كولد ان ان جلايكوسيديك بوند لانه الكوفالنت بوند اللي رابطه اياهم مع بعض هي بين الشوجر والنيتروجين تبع البيورين او تبع البريمدين بيكون موجود عندي. سو ذيك وي كول ات ان جلايكوسيديك بوند. هلا ايفن ذو اتس سترونج كوفالنت بوند بس عندها فري روتيشن بدها تلف. يعني بقدر لما يتكون عندي سجل تكون هيك وبعدين هاد يقلب يصير هيك. معظم الـ DNA structures اللي احنا بنعرفها بتكون compacted بهدول النيوكليوتايدز. usually بيكون الشكل انتي يعني بعد ما تتكون بتلف مشان تبعد النيتروجين بيسز عن الشوجر مسافه منيحه تحافظ على stability of the structure. بتكون شكل كلهم فوق بعض بتكون شوي تركي مشان يتكون عندي البوليمر زي ما رح نشوف هلا كمان شوي. فبلاقيهم ماخذ الشكل اللي بنسميه انتي بيكون هيك لافه عكس السكر يكون موجود عندي. فبسمي هذا الشيء انتي كونفورميشن and it's seen in DNA structure. هذا اللي انا بحكي عنه. usually هذول النيوكليوتايدز I need them عشان اعمل دي
ار ان اي اللي هم البوليمرز. البوليمرز تبعتي لينير مش برانش زي الجلايكوجين اللي ما شفناه بالمحاضرات الماضيه. It is a linear structure. بهذا اللينير بوليمر شو اللي بيكون رابط؟ بيكون رابط السكر مع بعض. خدتوه يمكن بالمدرسه. لما السكر يربطوا مع بعض بيربطوا لي مع بعض ببوند كوفالنت بوند اسمه فوسفودايستر بوند. داي استر يعني الاستر بتكون اكسجين بين الكربونات رابطه. لما انا اسميه داي استر بوند شوف هي فوسفيت هون في عندي اكسجين وهون عندي اكسجين. This is a داي استر بوند. هلا كيف بتتكون؟ تتكون لما يكون عندي one nucleotide الفوسفات جروب الموجودة على كاربون خمسة عاملة كوفالنت بوند فوسفايستر بوند مع ال OH جروب اللي كانت موجودة على كاربون ثلاثة of the adjacent أو next nucleotide بيكون موجود عندي فبسميها 5-3 bond. الفوسفات على كاربون 5 رابطه مع الOH على كاربون 3. طيب كل اللينير ستراكشر تبعي بتكون بهذا الشكل وكل النيتروجين بيس بتكون انت يعني بتكون بعيده عشان تسمح ان السكر يربطوا وهي النيتروجين بيس ما تكونش جاي بالنص بين السكر يعني لو كانت الستراكشر سن بتكون هيك بالنص جاي عليهم بتمنعهم يربطوا مع بعض عشان هيك بلاقيها عم تبعد النيتروجين بيس. كل النيتروجين بيس بتاخذ اتجاه واحد جهه واحده بسميها the core of the structure. كلياتهم هيك لجوا الستركشر لينز. لما يتكون البوليمر يكون من هذا البوليمر تو اندز طرفين. طرف يكون الفوسفات جروب اللي على كاربون 5 فري فبسميه 5 برايم اند وطرف بتكون الاو اتش اللي على كاربون 3 فري فبسميه 3 برايم اند. حكينا احنا بالمحاضره الماضيه عشان اعبر عن الفانكشن جروبس اللي موجوده على السكر حاطين عليهم برايم 3 برايم 5 برايم تو ريفير انا عم بحكي عن الفانكشن جروبس تاعت الشوجر الموجوده عندي. هلا بهذا الستركتشر از ذيس از ا دي ان اي اور ار ان اي عشان الشوجر على الكربون 2 في عندي اتش فذيس از ا ديوكسي ريبونوكليك اسيد بالمقابل بالار ان اي شوف السكر او اتش again the same functional group اللي بتكون رابطالي النيوكليوتايدز مع بعض بالفوسفات البوندنج هو نفسه فوسفودايستر بوند من 5 برايم تو 3 برايم كل رابطين مع بعض بهذا الشكل. هذا اسمه هاي البوند بنسميها forms the backbone of the polymer يعني هي اساس البوليمر. يعني لما انا اتفرج هيك واقول هذول شفت السلاسل اللي بتكون بيدز شو بيكون رابطهم ببعض؟ السلك اللي بينهم. هلا بيسكلي نفس الشيء بالدي ان اي والار ان اي. شو الشيء اللي رابط هدول البيتس مع بعض؟ في الفوسفايستر بوند اللي رابط السكر مع بعض. رابط السكر سكر سكر سكر. كل النيتروجين بيس بتكون متجمعه على جهه واحده، سواء كنت عم نحكي عن دي ان اي او ار ان اي. الدي ان اي از ستراكشر بهذا الشيب مش ستيبل. بس الدي ان اي حامل جينيتك ماتيريال من جنريشن لجنريشن من الخلايا بينتقل اكزاكتلي ذا سيم سو لازم السيلز تلاقي له اواي تو ستابيلايز ات. اللي احنا بنعرفه كل الليفنج اورجانيزم اللي بينه لما تكون جينيتك ماتيريال تبعتهم دي ان اي، الدي ان اي تبعها بنسميه دبل ستراندد ستراكشر. فاي دي ان اي فراجمنت بتفرج عليها او بدي احللها بدها تكون ستراند ورابط معاها كمان ستراند. بتعطيني الستابيليتي اوف ذا ستراكشر وبتعطيني الستابيليتي للفانكشن اند سو اون. الار ان اي بالمقابل ممكن الاقي ار ان اي دبل ستراند بس الموست كومن فورم في ار ان اي انه يكون لينير لينير سنجل ستراندد ستراكشر ستراند وحده. طيب كيف الدي ان اي ستراكشرز اللي تكون موجوده عندي بدها تكون ستيبل؟ احنا شفنا كل الفوسلز هدول الكائنات الحيه اللي بيطلعوها من الشجر من تحت الارض اللي سووها بدهم يدرسوها they can find their DNA بنقدر نلاقيه تحمل الضغط تحمل الحراره تحمل السنين يكون ستيبل ممكن يكون فراجمنتد بعض المناطق بس بقدر اطلع good amount of DNA والستابيليتي اوف DNA تكون موجوده عندي. بالمقابل الار ان اي لا الار ان اي دائما حتى بالخليه ماكسيمم اورز بضل لانه الفانكشن تبعته انه هو كوبي
له فانكشن محدده بالسيل، فبيتصنع وبتكسر طول الوقت. طول الوقت في عندي اكتف انزيمز كسل ار ان اي، وحتى بال لما نطلعه من الخلايا برضه نفس الشيء، الاستابيليتي تبعته مش كثير بتكون عاليه. الدي ان اي في عندي انزيمز بتكسره داخل السيل، في انزيم صنع لي اياه وفي انزيم بكسر لي اياه، بس هذا الانزيم ما بصير لهم اكتيفيشن لما الخليه تموت. اخذته يمكن على ابوبتوسيس بالباثو. الابوبتوسيس هو السيجنالز اللي بتيجي للسيل، وفي كونسيكونسز بتصير على السيل. بداخل السيل من الكونسيكونسز اللي بتصير لما الميتوكوندريا تفتح، الفري راديكلز تتجمع بالسيل، ان اكتيفيتس ديفرنت بروتينز، الممبرين بصير له بصير لوز عشان يصير لايسنس، والدي ان ايز انزيم بصير لهم اكتيفيشن او بتصنعه، وبالتالي بصير يكسروا الدي ان اي وبيعملوا له فرمنتيشن. وبالتالي هيك السيل بتكون فهمت انها لازم تموت وبتمشي بالباث واي السيل ديث اللي بتكون موجوده. بس طول ما الخليه طبيعيه، طول ما الدي ان اي ستراكشر بيكون ستيبل انسايد ذا سيل، وحتى لما الخليه طول ما هي انتاكت بضل الدي ان اي ستراكشر ثابت، لانه من شكله هو بيكون مكون من تو ستراندز رابطين مع بعض in a way that it keeps the structure to be stable، بتحمل ظروف مختلفة ممكن تكون موجودة عليه. زي ما حكينا هم linear structures، linear polymers مش branch. وبعرفش إذا حكينا إنه directions شفناها صح؟ اللي بمشي عنه ما بكون بيعمل. حكينا إنه ال ends بتكون عندي 5 prime and 3 prime end، وال direction اللي بنقرأ فيه بيكون دائما من 5 ل 3. لما أجي اتفرج على دي ان اي ستراكشر بشوف اول شيء بشوفه وين اطرافه، وين الخمسه وين الثلاثه. لما اتفرج عليه هو الخمسه من هون معناه من هون ببلش، فبنقراه بهذا الدايركشن. والار ان اي نفس الشيء بنقراه بالدايركشن من خمسه لثلاثه. هاد الستراندز اللي بتتكون من البوليمرز بنسميها برايمر ستراكشر، سواء كنت عم نحكي عن دي ان اي ستراند او ار ان اي ستراند. دي ان اي اندرجوز stabilization اللي هو اسمه secondary structure، اللي هو double helical shape اللي انتم بتعرفوه، هم two strands مع بعض complementary of each other anti-parallel of each other. رح نحكي شو عن كل واحد منهم. هذا الشكل اسمه secondary structure of DNA، لانه انا بدي اتفرج على الدي ان اي ما بقدرش الاقي strand لحاله، دائما لما اتفرج عليه او احلله او وات سو ايفر في اني دي ان اي strand بنكون ماخذين secondary structure اللي عندي، لانه هو هذا اصلا الدي ان اي اللي بحافظ لي على stability تبعي. دي ان اي بالخلية ما بيكون بس دبل هيليكال شيب، بيكون ماخذ شكل اسمه تيرتشر ستراكشر، اللي هو الكومبلكس ذات اتس فورم تو فورم ستراكشر اوف كروموسومز. بصير الدي ان اي يلف حوالين البروتينات اسمهم هيستونز باترن معين عشان يصير له كومباكتنج، عشان يصير له ستابيلايزيشن، عشان يعطيني الشكل اللي احنا بنعرفه للكروموسومات. هذا اسمه تيرتشر ستراكشر. الار ان اي بقدر اشوفه تيرتشر ستراكشر؟ يس. الار ان اي كمان لما يعطيني فولدنج عشان يعطيني شكل التي ار ان اي اللي هو شكله زي الورقه الليف شيب تي او تي شيب تي ار ان اي، او الريبوسوم الار ان اي بيكون الار ان اي عامل فولدنجز مع البروتينات عشان يعطيني الريبوسوم، هذا برضه كمان اسمه تيرتشر ستراكشر. كان اي سي الار ان اي از دبل ستراندد ستراند ستراند؟ ممكن اشوفه بالبايوسات از جينيتك ماتيريال، وبالخلايا الطبيعية بشوفه بس بكون temporary، بكون له function معين إنه يصير عندي double stranded RNA، فمش دائما بشوف هذا الستركتشر، بكون له مش دائما بحياة الخلية بس بكون كمان له function معين إن شاء الله رح نحكي عنها في الفصل الجاي. هاي السلايد حكيناها. كيف بعمل secondary structure of DNA؟ secondary structure DNA is complementary anti-parallel DNA strand. هي تكونت الستراند الأولى في DNA من خمسة لثلاثة. دائما لازم أجي وأكون قبالها كمان strand complementary، يعني في طريقة معينة آلية معينة بتكون موجودة فيها عشان بعطيها هذا الترم اللي رح نشوفها. anti-parallel لهون خمسة هون ثلاثة، الستراند اللي قبالها هون ثلاثة تحت تكون خمسة. هذا معنى انتي بارل. شو يعني كومبلمنتري؟ احنا حكينا لما تتكون دي ان اي ستراند كل النيتروجين بيسز بتروح لجهة الكور، بتاخذ اتجاه واحد. اصطلحنا نسميه الكور. فكومبلمنتري دي ان اي انتي بارل ستراند بتكون موجودة عندي، فكمان دي ان اي فراغ
تكون برضو اقبالها والنيتروجين بيسز برضو كمان facing inside facing the core of the structure. شو بيعملوا او كيف الباتن اللي تكون موجوده فيه؟ دائما بالستراند اذا عندي هون ادينين بالستراند الكومبلمنت تكون في ثايمين نيتروجين بيس، اذا عندي جوانين تكون في سايتوسين والعكس سايتوسين جوانين and so on. هذا معنى كلمه complementary. So when we talk about DNA the stable structure of DNA بده يكون دائما في عندي بيس pairing اللي هم هيدروجين بوندينج بتحافظ لي على الستابيليتي اوف ذا تو ستراندز لينكد مع بعض مش بعاد على البي اتش تبعت الخليه على اشتراط الخليه. دي ان اي ستراند دائما لازم يقابلها كمان دي ان اي ستراند كومبلمنتري تقرر لها ان ويتش اي اولويز بير وذ تي. اليو هي تركوش فاذا هي بتحكي عن ار ان اي مع دي ان اي والسي بيرز مع ليجوان. ففعليا انا عم بحكي عن purines pairing مع pyrimidines. هلا طبعا based on experiments عملوها group of scientists على different organs من different species we do know today by fact إنه الأدينين always بتعمل two hydrogen bonds مع thymine والإجوانين بتعمل ثلاثة hydrogen bonds لما يكون إقبال على complementary strand cytosine. طلعت as a result to determine the number of purines أو pyrimidines بأي DNA fragment. لما أحكي DNA fragment معناته أنا عم بحكي عن strand والإقبالة ما بقدرش يعني كلمة fragment it refers to this DNA والcomplementary strand تبعتها. فدائما إن DNA fragment تنطبق عليه عندنا قاعدة اسمها Chargaff's rule اللي معناها A دائما مع T وG دائما مع T مع C عفوا دائما مجموع الادينين والجوانين هاي تشارلز رول يساوي مجموع السيتوسينز اند ثايمين. اذا عندي واحد بقدر اعمل بريدكشن للثاني وعندي التوتال نمبر او البرسنتج تبعته. راح ان شاء الله بمحاضرته الثلاثه نعطي مثال بكالكوليشنز على دي ان اي فراجمنت تكون موجوده عندي. بيورينز دائما ايكوالز البيرينز. هل تنطبق هاي القاعده على الار ان اي؟ ما فيش بالضبط. هاي القاعدة لا تنطبق إلا على الدي إن إيه. لأنه لما أكون أحكي عن الدي إن إيه بكون عم بحكي عن ستراند والإقبال، الأر إن إيه سنجل ستراند. فما بزبط إني أطبق عليها، ما بقدرش أعمل يعني عادي ممكن تكون كل الأر إن إيه إيه أدينين. فيش قاعدة رول تقول لي إنه لا لازم يكون في أدينين وجوانين مثلا يكونوا قد بعض أو أدينين وثايمين يكونوا قد بعض، ما فيش. بس تنطبق على الدي إن إيه لما أكون أحكي عن دي إن إيه فراجز. طب لو جبت لكم دي إن إيه ستراند تنطبق القاعدة هاي؟ أجين لا. لازم تكون دي ان اي والكومبلمنتري ستراند. دائما لما نقول دي ان اي فراجمنت تختلف عن كلمة دي ان اي ستراند. الامتحان مرات اف اي ونت تو تريك يو بجيب لكم اياها هيك هيك. شوف فاهمين شو يعني دي ان اي فراجمنت فاهمين شو يعني دي ان اي ستراند. وعارفين انه هالقاعدة فقط تنطبق على دي ان اي فراجمنت. تمام؟ هيك شكلهم بيكون بالسكندري ستراكشر. دي ان اي ستراند النيتروجين بيسز كلها على اتجاه واحد الكور، الكومبلمنتري دي ان اي ستراند كل النيتروجين بيسز بتكون رايحه للكور باتجاه الكور. ماي دي ان اي ستراند من 5 الى 3 الكومبلمنتري ستراند بتكون انتي بارلل من 3 الى 5. هذا شو يعني انتي بارلل؟ اولويز سايتوسين مع الجوانين عامل 3 هيدروجين بوندز والادينين مع الثايمين عامل 2 هيدروجين بوندز. تمام؟ هذا الستركتشر مش كثير ستيبل. لاحظوا انه انا عندي نيتروجين بيسز في هيدروجين انتر اكشن في عندي الفوسفات باك بون اللي عامل لي رابط الشوجرز مع بعض في كثير او اتش و اتش نيتروجين. وايش الشحن تبعت الباك بون؟ نيجاتيف. الفوسفات جروب شحنتها سالبه فانا في عندي هون شحن سالب كثير. فهذا الشكل كيميكالي مش كثير ستيبل. كيميكالي اذا فكفكتهم بيطلع عدد الجوانين مساوي للسايتوسين وعدد الادينين مساوي للثايمين. بس ستيبل وايز دائما الكيمياء بيحبوا انه يكون المركب العضوي المكون او اي مركب يكون ستيبل بالانفايرمنت اللي هو فيه. لما واتسون اند كريك 1954 ببلش الدي ان اي ستراكشر كانوا عاملين بريدكشن للدي ان اي ستراكشر بيست على الكالكوليشنز على تشارلز. شو قالوا لهم؟ شو موجود بالستراكشرز في سكر ريبوز؟ كانوا اوريدي ناس قبلهم قايلين انه هدول السكر ريبوز رابطين مع بعض الفوسفات بوندز شحنته اوفر اول سالبه
اجوا متشرف وقالوا انه عدد السيتوسين يساوي الجوانين. And so also they tried انهم يعملوا building up لشكل الدي ان اي. هلا اعتمدوا الذكاء اللي راح اشرحه بالسلايد على صورة اكس راي هيك مش كثير واضحة، احنا بنحكي عن 1954 اكيد الاكس راي مش قد ادفانس از هلا. كانت البوست دوك ستودنت تبعتهم صوروا الدي ان اي ستراكشر ووصلت لصورة واضحة تقريبا بتشبه هيك. So they tried to predict شو هو هذا؟ كيف الدي ان اي هيك شكله؟ فصاروا يعملوا كالكوليشنز. بيست على الكالكوليشنز تبعتهم قالوا انه الدي ان اي ستراكشر وبيست على كل المعلومات اللي تجمعت من الناس اللي اشتغلوا قبلهم، قالوا انه الدي ان اي ستراكشر عشان يكون ستيبل بده يصير يلف. هم لما بنوا الدي ان اي ستراكشر من طابات بنوه هيك، حطوا عمود وصاروا يكونوه ويركبوه ويعملوا كالكوليشنز ويقولوا انه الادينين والثايمين رابطين مع بعض هيدروجين بوند وبعدين سايتوسين اند سو اون والكالكوليشن اند سو اون. هكذا تكون حجم الادينين هالقد معناته اذا ربطوا مع بعض الستراندز اللي قبال بعض كيف بده يكون الشكل تبع الستراندز كومباتبل. مستحيل يكون تو لينير ستراندز هيك. فهم they predicted based على الصوره تبعتهم they predicted انه الدي ان اي ستراكشر بتكون مش بس عمل هيدروجين انتر اكشن بلش يلف يعمل تويست، وهي التويست اعطتنا الشكل اللي احنا بنعرفه اللي هو الهيليكال شيب تبع الدي ان اي. دائما لما نيجي نحكي عن الدي ان اي ستراكشر بقول this is a double helical shape structure which can have major and minor grooves. معروف قد ايه بكل لفه عشان تحافظ على الستابيليتي اوف الستراكشر قد ايه فيها نيتروجين بيسز وشوجرز وقديش المسافه بين الجروفز المختلفه اللي بينها. طبعا هذا كلياته هم دي بريدكت ات ذا بيجنينج، واجوا العلماء اللي اجوا بعديهم صاروا يثبتوا والاكس راي صار احسن صرنا نشوف الدي ان اي ستراكشر. ولما تاخذ الفصل الجاي بالجينيتكس يو ويل نوتس انه كل شيء لما كنا ثيوريتيكلي واكسبيرمنتال بديناه قبل ما نعمل اي شيء عندنا كان مبني على انه عرفنا كيف الستراكشر اوف دي ان اي موجود بالكائنات الحيه المختلفه. كل شيء بنيناه على هذا الهايبوثيسيس ات ذا تايم. لما نشروا كانوا قايلين احنا وي بريدكت الدي ان اي ستراكشر هيك، الدي ان اي دبل هيليكس بلف لفه كبيره لفه صغيره عشان يحافظ على الستابيليتي اوف ذا اتومز المختلفه بالستراكشرز، وهي الشكل تبع الدي ان اي اللي احنا متوقعه. 1954 فيش عندنا اكويبمنت فيش عندنا اشياء كثير، وبالتالي طبعا هذا الشيء كان حيكون بريك ثرو. كل شيء اجى بعد كل الديسكفرز اللي شفناها من الخمسينات لليوم كلها مبنيه على احنا عرفنا الستركشر والدي ان اي كيف كان. وكان ناس هم بنوا على ناس قبلهم واكيد ديفينتلي هم زي فاوند الستركشر اللي احنا بنعرفه اليوم. الشكل تبع الدي ان اي هذا حنحكي عنه ديتيلز اكثر يمكن بالفصل الجاي. الشكل اللي بنشوفه بموست ليفينج سيلز هو اسمه بنسميه بي 4 دي ان اي ليفت هاندد زي البرودكشن تبع واتسون وكريك ستراكشر. The most stable sequence of the DNA, they predicted that. يكون في عندي terms فيها the major and minor groups وهو لافف left hand، ما بعرفش كان left hand. لما نيجي نعمل extraction للدي ان اي بالانورجانيك سولفنتس اند سو اون الدي ان اي بصير كومباكتد اكثر، بصير يقرب على بعضه اكثر، انا ما بحبش يذوب بالانورجانيك سولفنتس اللي هو فيه، بصير ياخذ شكل اسمه اي فورم. كومباكتد اكثر وبنشوفوش ببيولوجيكال سيستمز. الزد فورم بنشوفه بعض انواع البكتيريا الفنجس وي كان سي ات بكون لوز اكثر. فرجيكم بس شكلهم شو يعني لوز اكثر. برضه كمان هذا ليفت هاند هي البي فورم اللي احنا بنعرفه، هذا اللي بتشوفوه كل التكست بوكس تبعتكم. هذا الاي فورم بكون اصغر ضاغط على حاله، وهذا الزد فورم اللي بتشوفه ان سم اورجانيزمز ما في عندنا ريبورتس عليه على الهيومن، بس ممكن انه بالمستقبل نشوف انه ممكن دي ان اي بعض الاماكن يكون هيك شكله. لاحظوا انه لوز اكثر بس برضه لساته ليفت هاند. هذا الشكل اللي لما صوروه بالاكس راي كان دي ان اي من فوق، وهذا الناتج من البرودكشن تبع واتسون كريك، وهذا اللي احنا بنعتمد عليه لما نيجي نحكي عن دي ان اي والار ان اي ستراكشرز اللي بتكون موجوده عندنا. حكينا هاي السلايدز، حكينا انه التشينز اللي عندي كومبلمنتري they are anti parallel واحدة من خمسة لثلاثة، واحدة من ثلاثة لخمسة، والنيتروجين بيسز اللي بتكون موجودة عندي دائما عاملة هيدروجين انتر اكشن.
فيه جوانين أنساتوسين كتير، ودين إيه فراغمنت فيها الأدينين والثايمين كتير، مين ستيبل أكثر؟ عشان عشان بيعمل 3 هيدروجين بونز مقارنة مع 2 هيدروجين بونز اللي ممكن نشوفها لما نحكي عن الدي ان اي ستراكشر. في حدا عنده سؤال في الأدينين والثايمين؟ في حدا عنده سؤال؟ نبلش باللي بعده. في هاي المحاضرة أو هذا التوبيك ما بدي اياكم تعرفوا كل التفاصيل. باي ذا تايم انتوا عم تدرسوا الامتحان تكونوا حفظتوا انزيمز كثير، باثويز كثير. هون بس بدو تعرفوا الأساسيات تبعت النيوكليوتيدز بتاعكم. هلا لما نيجي نحكي ميتابوليزم رح نكون نحكي عن السينثيسيس والديجريديشن. هلا بيسكلي السينثيسيس اوف النيوكليوتيدز it is kept in the cell to the minimum. يعني أنا ما بدي نيوكليوتيدز طول، ما بدي نيوكليوتيدز بيسكلي إلا لما بدي أصنع دي إن إيه والآر إن إيه فراجمنت أصنعها وأكسرها. ففعليا أنا لما بدي السيل تو أندرجو سيل ديفيجن وبدها تدخل على الإس فيز قبل السيل ديفيجن تعمل دي إن إيه سينثيسيس رح تحتاج كمية كثيرة من الديوكسي رايبونيوكليك أسيدز. هون بنصير نصنع. هلا قدامهم طريقين، يا تعمل سالفج من الخلايا اللي عم بتموت وتاخذ الكونتنتس اللي بتدخل من النيوكليوتيدز ممكن، بس مش رح يكون كافي لانه شو عضم مني انه انا في عندي وهلا عم انقسم في خليه جنبي ماتت. فلازم يكون عندي باثوي بنسميهم دي نوفو باثويز اللي بتصنع لي هاي النيوكليوتيدز فروم سكراتش. هلا احنا مش من سكراتش بالضبط بنصنع، يعني مش من زي السي او 2 زي النباتات لما تعمل جلوكوز، لا احنا بنكون في عندي موليكيول بصير ابني عليه. أصعب إشي إن أصنع هدول الفيوز درينكس تبعت البيورين أو الرينك تبعت البيرمدين اللي هي بتحتاج مني إن أنا يكون في عندي باثوي وهذا الباثوي يكون فيه مثل ستيبس وإنزيمز كثير وإنرجي كونسومشن ديفينتلي بنحتاج إن نستهلك إنرجي بهذا التفاعل. إذا أنتم لاحظتوا إنه كل ما أحكي عن نيوكليوتيد بكون أحكي عن رايبوز رايبونيوكليك أسيد ديوكسي رايبونيوكليك. احنا الرايبوز شفنا في المحاضره الماضيه وكنا نحكي عن البنتوز فوسفيت باثوي، كنا نقول انه الجلوكوز بدخل بهذا الباثوي مشان سواء كان اوكسيداتيف او نون اوكسيداتيف مشان يعطيني الرايبوز 5 فوسفيت اللي احنا بنحتاجه بالسيل لما بدي اجي اعمل نيوكليوتيدز. ففعليا اول جزء عندي من الاستراكشر جاهز رايبوز 5 فوسفيت. هلا حاب بصير ابني عليه ذرات مشان اعمل ايذر بيورينز او بيرمدين. فإحنا فعلياً بنبلش بالرايبوز 5 فوسفات وبنصير نعمل بيلدينج اب. هلا من وين بدي اجيب الذرات اللي حتعمل لي الرينج الاولى والرينج الثالثه؟ رح يعني رح نبلش بالبيورينز بالاول. من وين بدي اجيبهم؟ بدي اجيبهم في مركبات اوريدي موجوده بالسل. مينلي بكون احكي عن مركبات تعطيني نيتروجينز لان على الاغلب حيكونوا امينو اسيدز، ومركبات تعطيني الكربونز. اذا انتم متذكرين بس هلا بنرجع لدور السلايد. إذا أنتم متذكرين هاي شكل البيورين رينج فيها كاربون وفيها نيتروجين، فأنا بدي مركبات تعطيني النيتروجين على الأغلب أمينو أسيدز ومركبات تعطيني الكربونات. عندي 1 2 3 4 5 كاربونز وفي عندي 4 نيتروجين بالبيورين ستراكشرز اللي بتكون موجودة عندي. هلا أنا ما بدي أحفظهم، كيف بركب كل وحدة منهم؟ رح نشوف الكوميدي ستيب بس بدي إياكم تحفظوا هاي السلايد. كل واحدة من هذول الكربونات أو النيتروجين من وين جات؟ إذا بنرجع هون رح نلاقي إنه I need something to give me النيتروجين اللي هم على شكل الأميل جروب إذا تكون، والمركبات تعطيني كاربونز رح نشوفهم واحد واحد. To synthesize purines اللي هم الفيوزد رينجز مع بعض تنتين، أو البيرمدين بتكون رينج واحدة بتكون موجودة عندي في الاستراكشر. ورح نشوف which amino acids can be used to give me which nitrogen or carbons in structures of the protein. نبلش في هذا الباثوي عشان اعمل ريبوز 5 فوسفيت. الريبوز 5 فوسفيت I need to activate. متذكرين لما كنا نقول الريبوز 5 فوسفيت ممكن يرجع للجلوكوز اللي انا بديش اياه؟ طيب انا هلا بدي اياه، فكيف بدي اخليه يضل؟ نعمل له activation. How do we activate the ribose? We add طبعا انا الجلايكوسيديك بوند موجود على كربون 1 عشان تعمل لي النيوكليوتايد صح؟ هون كل النيتروجين بيس فاكتور
هذا ريبوز يعني OH على كربون 2. ريبوز 5 فوسفيت يعني فوسفيت على كربون 5. هذا الناتج النتج معي من البنتوز فوسفيت باثوي. So to activate it, it means I'm trapping it عشان اصنع النيوكليوتايدز. كيف؟ بروح بحجز الكربون 1. كيف بحجزها؟ بركب عليها ثنتين فوسفيت جروبس على الكربون 1 وباخذه من الاي تي بي. الانزيم اسمه ريبوز فوسفيت بايروفوسفوكاينيز او بي ار بي سينتيز. كاينيز يعني ركبت فوسفيت جروبس على الستركشر تاعي. بينتج عندي مركب اسمه 5 يعني على الكربون 5 في فوسفيت 5 فوسفو رايبوسيل 1 بايروفوسفيت يعني ثنتين فوسفيت ركبت جنب بعض. هذا الستركشر اذا نتج معناته بي ار trapping ribose 5 phosphate تصنع نيوكليوتايدز. ومن هون راح اقدر ابلش بتصنيع اما بيورينز او بيرمدينز اللي بنشوفها في المحاضره الجايه. احنا بس راح نشوف البيورينز how we synthesize them. So we activated ribose 5 phosphate حولناه ل PRPP. كل synthesis ببلش من هون. لما انا اجي اقول دي نوفو synthesis معناته بدي ابلش اكون وحده وحده او مجموعه مجموعه من different donors. ترتيب زي تذكرين محاضرات الماضي محاضرة الماضية آخر محاضرة قلنا إنه الأتومز الموجودة عندي بنعدهم 1 2 3 4 يعني 9 والسكر بنعدهم 1 برايم 2 برايم 3 برايم. فلما نيجي نحكي وي ار سينثيسايزينج رايبونيوكليك أسيدز فيها نيتروجين بيس بيورين ببلش دائما من بوزيشن 9. هذا هو اللي عامل لي جلايكوسيديك بوند، يعني اول نيتروجين او اول اتوم بحطها بالستركتشر هي من وين جياني؟ جياني من الجلوتامين. متذكرين الجلوتامين؟ الجلوتامين هو جلوتاميت وعليه اكسترا امين جروب. انتوا ناسيين الستركتشر صح؟ رح يرجعوا يمروا عليكم لانه هدول مهمين الامينو اسيدز الامينو اسيدز. هلا سو ذا فيرست اول نيتروجين على البوزيشن 9 بتنحط وهاي الكوميتد ستيب تبعتي، يعني اذا عملتها خلص لازم اكمل تصنيع. I add a nitrogen محل البايروفوسفيت من ال H3 جايين من الجلوتامين. وببلش اكمل بعدين التصنيع. We add C, C و N من الجلايسين، بعدين بحط فورمات، بحط كربون جايين من تتراهيدروفولين او فورمات، بعدين بحط CO2 وناتج من اسبارتيت كمان كربون من تفاعل الفوليت والنيتروجين جايتني من كمان الجلوتامين مولكيول موجودين. سو كل النيتروجين بيس اجتني من امينو اسيدز، تنتين يجوني من تو مولكيولز من الجلوتامين، وتنتين يجوني واحده من الجلايسين واحده من الاسبارتيت. هذول كلهم امينو اسيدز اخذتوهم بفصل الماضي. التتراهيدروفوليت بتعطيني تو كاربونز، في ثنتين كاربون جايين من الجلايسين، جلايسين از سمول امينو اسيد كله اجى ركب عندي هون، في عندي كاربون جايين من السي او 2. نحفظ كل بوزيشن جايين من وين. هلا شو الامبليكيشن اوف تتراهيدروفوليت؟ شو علاقته بالحياه؟ بتعرفوا انه كل وحده لما تيجي تحمل او اول اشهر حمل بدنا نقول انه الجنين بكون بيعمل كثير سنتيفيجن صرنا دي ان اي كثير، فبنحتاج نعمل دي نوفو سنتسيس، فبتحتاج تتراهيدروفوليت والفوليك اسيد السبلمنت اللي بتكون موجوده عندنا. فاذا كان في عندها ديفشنسي معناته فيش عندي بروبر ميك من النيوكليوتايد، فيش عندي بروبر دي ان اي، في عندي ميوتيشنز وبتبين اصلا باشهر الحمل ببين اذا في عندي خلل بالديفلوبمنت اوف ذا امبريو اللي بتكون موجود عند الفيتس، ديفلوبمنت بتكون موجود. مرات اذا كان في كثير deficiency بصير abortion لانه خلص بلاش الجنين يصنع دي ان اي وار ان دي ان اي بيسكلي مشان الخلايا تنقسم، فما فيش عندي proper development خصوصا كنت عم بحكي على الاشهر الاولى. مشان هيك لازم يكون موجود عندنا supplements. طيب احنا بنصنع تتراهيدروفوليت، ما اخذته هذا بالمايكرو بتعرف؟ لا اخذته انت قلت لازم تربطوا الاشياء ببعض. خدناه بس نسيناه، اخذته مضادات حيويه؟ اخذناه بالمايكرو ولا بشو؟ بالمايكرو. طيب المضادات الحيويه هي دروجز
تقتل البكتيريا لانها بتوقف باثويز محدده فيها بس ما بتاذينا معظمها. هذول سبيسيفيك انتي بايوتكس. واحد من هذول الانتي بايوتكس اسمه كوترامبريزول لانهم بيشتغلوا على الباثوي اللي بصنع تترا هيدروفوليت بالبكتيريا. ليه بنقول التوكسيتي تبعته قليله؟ لانه احنا ما بنصنع تترا هيدروفوليت، احنا لازم يكون في فوليك اسيد بالسبلمنت بالاكل. انا اذا بدي اعمل النيوكليوتايد دي ان اي لازم يكون عندي تترا هيدروفوليت. من وين جاييني؟ بالاكل، من الحبوب التابسه اللي بناخذها. بس البكتيريا بتصنع من ولا شيء. فلما انا اجي يكون عندي انتي بايوتيك مشان هيك لازم تكونوا واخذين هذا الباثوي، لازم سامي عليكم هذا المركب. البكتيريا بتصنع تترا هيدروفوليت عندها باثوي، انا في عندي ادويه بتوقف الانزيمز اللي بتصنعهم. فهي الادويه بتوقف الانزيمز فبالتالي فيش عندها تترا هيدروفوليت، فيش عندها نيوكليوتايد سينثيسيس، فيش عندها دي ان اي، فبالتالي بتموت البكتيريا سيلز. لانهم رابيدلي ديفايدنج سيلز. لازم تربطوا الاشياء ببعض. احنا عندنا تترا هيدروفوليت بناخذه بالدايت. الريكوايرمنت تترا هيدروفوليت بتكون اكثر بالبريجنسي لانه في عندي جنين قاعد عم بتكون وبنقسم كثير، في عندي الخلايا وفي عندي ديفرنشيشن محتاجين عشان نصنع البيورينز انسول. تمام؟ هيك بتربطوا الاشياء ببعض. اول خطوه هي الكوميتد ستيب اللي هي بركب فيها ال اللي على بوزيشن 9 من البيورين تبعي، بدي اركبها على كاربون 1 مشان ابلش اعمل ال ان جلايكوسيديك بوند من السكر اللي بيكون موجود عندي. هاي هي هاي اول وحده، هاي اهم خطوه، وبتيجيني النيتروجين من الجلوتامين. بنضل في الستبس، هاي الكوميتد ستيب هاي. شوفوا لحظه انا مش حاطه لكم انزيمز. ما بدي تحفظوا الانزيمز. بنضل في الستبس نركب، بنركب الجلايسين مشان اركب الكربون والكربون والـ NH2. بعدين بنصير نضيف تترا هيدروفوليت، بنخلص الرجل الاولى بعدين ببلش بالثانية. هلا هاي الستبس كلياتها ما بدي تحفظوها ولا تتفرجوا عليها. وبتعرفوا الخطوة الأولى من الستب لعند ما أوصل كلهم، كل الستبس اللي بتمروا على الصاد زي الكوير اي تي بي، فمعناته أنابوليك باثوي عم بصنع فبدي انرجي كونسيوم، لعند ما أوصل لأول انترميديت وفي ديفيوز رينج اللي هو انوسين مونوفوسفيت. شفتوه؟ هذا قلت لكم هلا قبل شوي رح يمر علينا. هيك بكون صنعت البيورين راكب مع رايبوز مع فوسفير على كربون 5. هاد مش نيوكليوتايد، هذا انترميديت. نتج عندي بهذا الباثوي اللي فيه ماني انزايمز 11 انزيم موجود عندي. ان ستيبس الكوميتد ستيب اللي هي الخطوه الاولى ركبت النيتروجين من الجلوتامين على الكربون 1 اوف ذا شوجر، لعند ضليت اركب بالفانكشن جروبس، عملت الرجل الاولى بعدين عملت الثانيه سكرتها وصار عندي انوسين مونوفوسفيت. هلا هذا الانترميديت لازم يعطيني ادينين مونوفوسفيت او جوانين مونوفوسفيت، هذول هم البيورين الصبروني. كيف؟ هاي حفظ الستبس. How do we convert انوسين مونوفوسفيت هذه الستركشر تبعه لادينين مونوفوسفيت او جوانين مونوفوسفيت؟ حسب شو بدي؟ بدي ادينين ولا بدي جوانين؟ يكون في عندي تفاعلات irreversible reactions requires energy، واحدة بتاخذ بدها جي بي والثانية بدها اي تي بي وانزيماته مطلوبة. انوسين مونوفوسفيت بدي اعمل ريبليسنج لدبل بوند اول موجودة هون بي ان اتش 2. تو ستيبس رياكشن، اول رياكشن حيكون ادينين ساكسينيت سنتيتيز انزايم بيملي الاول موجود عندي هون، بحط محل مكانه اسبارتيت كامل، اسبارتيت هذا امينو اسيد، بحتاج جي تي بي والانزيم تبعي سنتيتيز وبصير عندي هذا الستركتشر اسمه ادينوساكسينيت. ادينوساكسينيت لاييز، لاييز يعني مكسر، بيملي الكربون باك بون فيوميريت وبتضلها راكبه عندي لل اتش 2. بيطلع عندي ادينين مونوفوسفيت، صار عندي الادينين. نفسه الاي ام بي انوسين مونوفوسفيت بتدخل برياكشن اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بالخطوه الاولى مش هركب هون دبل بوند او، بعدين بدي اقيمها واحط لان اتش 2 في هذا المكان. نفس الشيء الستيب الاولى اوكسيديشن ريدكشن رياكشن
الانزيم تبعي دي هيدروجينيز اي ام بي دي هيدروجينيز فيها اوكسيديشن اند برودكشن وفي عندي برودكشن ان اي دي اتش وفي عندي دبل بوند او موجود عندي على بعدين هذا اسمه زانثيليت او زانثين مونوفوسفيت زانثين مونوفوسفيت بدي اعمل ريبليسنج للدبل بوند او واحط مكانها ال اتش 2 لازم يجي عندي تكون في عندي دونر لل اتش 2 بالعاده هذا الدونر هو جلوتامين جلوتامين دائما تقدر ان اتش 2 سهل انه يطلع تطلع منه اسم الانزيم اكس ام بي او زانثين مونوفوسفيت جلوتامين او جلوتامين اميدو ترانسفيريز ترانسفيريز ايه الامين بي بتقيم من جلوتامين امين جروب بصير جلوتامات بحتاج انرجع اشكل اي تي بي بكون كونت ان اتش 2 ريسبتور في الموجود عندي هون وبطلع عندي جوانين مونوفوسفيت هيك بكون انتجت التو بيورين ذات اي اول خطوه بالتفاعل هي كومنت ستيب واذا صارت معناها كل ستيبس اللي بعدها تكون كل الباث واي ريكوايرز انرجي ماني اوف ذا ستيبس اللي انا فشقت لكم عنهم فيها كونسومشن اوف اي تي بي او جي تي بي فاوفر اول وي كونسيوم انرجي تو برودوس نيوكليوتايدز فمعناته ديفينتلي لازم يكون في عليها ريجوليشن عشان احنا الشغلتين نكون قد بعض ما راح احكي الريجوليشن ان شاء الله بنحكي بكره بنحكي عن بعدين عن الديجريديشن بعدين بنحكي عن سينثيسيس اوف بيرمدين والديجريديشن بعدين رح نحكي عن كيف بدنا ننتج ديوكسي ريبونيوكليوتايدز احنا على كل السكر او كل الفانكشنال جروبس بيوريز بيرمدين عم نحطهم على ريبوز بس انا مش دائما بدي ريبوز بدي ديوكسي ريبوز كيف دائما هاي الاو اتش الستركشر تكون موجوده احنا عندنا سؤال